مرحبا، أنا الأستاذ الدكتور شامل غياهب، عميد معهد الحدود العالي للصحافة والسخرية. هلأ بعد ما كتبتوا عنوانكم الساخر اللي خلى الناس تقلب على ظهرها من كتر الضحك، هلأ وقت نحكي عن كتابة نص المقال اللي راح يطلع من العنوان لحتى الناس بس تقرأه ترجع تقلب على ظهرها مرة تانية وتستعيد وضعيتها السابقة. بداية، ضروري نعرف أن السخرية بطبيعتها هي كسر للقواعد، وبالتالي كل القواعد اللي راح نحكي عنها ممكن تنكسر، بس بدك تعرفها منيح مشان تعرف تكسرها صح. النقطة الأولى المهمة والأساسية والمحورية والضرورية هي معرفة أنه أساس النكتة هو كسر التوقعات، لأنه النكتة المتوقعة مش نكتة. لنفرض بدك تعلق على خبر فرض الحكومة المصرية رسوم على لقاحات كورونا، ممكن تقول الحكومة المصرية بتستثمر بلقاحات كورونا، هاي مجرد معلومة عم تنحكى بطريقة تهكمية. أو ممكن تقول الحكومة تطمئن المصريين أن الوضع الوبائي ممتاز لدرجة إمكانية الاستثمار فيه ماديا. هون حكيت نفس المعلومة بس عملت تمهيد للقارئ قبل طرحها وخليته يفكر أنه راح تحكي معلومة بتتعلق بالوضع الوبائي، بعدين قلبت توقعاته. النقطة الثانية المهمة والأساسية والمحورية والضرورية هي أنه كل فقرة بالمقال لازم تتضمن فكرة جديدة ونكتة جديدة على الأقل. كتير مرات الكتاب بيكرروا نفس النكتة لكن بصياغات مختلفة على طول المقال. مش الهدف انه نحط فقرات فوق بعض، الهدف انه المقال يقدم النقد حوالين الموضوع اللي بيحكي عنه من اكتر من زاوية، ولا بيكون المقال فقير ومنقوص. ثالثا، لازم المقال يلتزم بعنوانه ويلتزم بالمبدأ والاتجاه اللي موجود بالعنوان بكل فقراته ونكته. لنفترض عندك العنوان التالي: شاب يهدي نفسه سماعة لوالده. العنوان عم بيعلق على سلوك بعض الآباء اللي بيشغلوا أغاني وفيديوهات على الموبايل بصوت عالي بين الناس وبالجلسات العائلية. هذا السلوك اللي لازم يلتزم المقال بنقده أو الحديث عنه. ما بينفع يقرر الكاتب فجأة تحويل المقال لمساحة يسرد فيها كل إشي مش عاجبه بأبوه، يستذكر طفولته البائسة والكفوف اللي أكلها منه، ويصفي عم ينتقل من موضوع لموضوع بدون رابط مشترك بينهم إلا كلمة أب موجودة بالعنوان. رابعاً، كل فقرة بالمقال لازم تكون رايحة باتجاه واضح محدد ونحو بونش لاين واضح بالنهاية. ليش؟ لأنه ما بنفع تنشر الغسيل قبل ما تغسله، كمان ما بنفع تحكي النكتة قبل ما تمهد لها. اللي بضحكنا بالنكتة إنه اللي عم يحكيها مهد لنا الطريق لمحل، بعدين بالآخر كسر توقعاتنا وفاجأنا بنهاية مختلفة عن اللي تخيلناه. فلما بدنا نصيغ عنوان المقال أو فقرة منه، أهم إشي نعمله هو إنه نمهد للقارئ الطريق ونحكي عن الموضوع معين، بعدين ننهي حكينا بالنكتة اللي أبدا ما كانت خطرة على باله إنها جاي بالآخر.